دكتور؟ في صوت شباب سامعين شي؟ أنا هيني سامعك. تمام. الدكتور موجود؟ يا اخوان انا هيك لي تقريبا ربع ساعه من غير صوت. الدكتور اعطانا بريك ولا اشي؟ لانه دخلت متاخر فمش عارف شو صاير. الدكتور أعطانا مهلة يعني وقت هيك إنه نجهز حالنا للبرزنتيشن. أنا هو فكرت مش كمان، على الثمانية؟ لا اللي على الثمانية اللي هو الكويز الاختيار من متعدد اللي هو العشر دقايق. اوكي، وهذا ايش؟ هذا هلأ بدنا يعني 11 طالب بيحكوا عن الفاميلي بزنس والما تبقى، يعني من 12 وبعديها بيحكوا عن الكوربوريشن بزنس. هلا بدنا نجهز زي هيك، يعني بنجهز موضوع ونحكي عن الكوربوريشن والفاميلي بزنس. بنفتح الكاميرا بنوضح الدكتور الورقه اللي عم نقرا منها اللي كتبنا فيها المعلومات. يعني اوكي، يعني هو هذا الحكي من زمان حكى لنا يا الدكتور بالمحاضره الماضيه يعني؟ اليوم لا هذا اليوم. طب انا عيني لساتني بالطريق ما روحت، شو الحل؟ الدكتور موجود معنا؟ مش عارفه والله الصراحه، ما بعرف اذا الدكتور موجود ولا لا، ما بعرف. اوكي، شكرا. اهلا.
السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم دكتور. أنجزتوا بك وقت زيادة؟ دكتور عفوا، بس أنا دخلت متأخر، دخلت متأخر على 25 تقريبا، تأخرت ثلث ساعة. فبيحكوا لي الشباب إنه في عنا زي برزنتيشن. عندك ما أنا لساتني بالطريق مروح من الشغل ومش مجهز إشي صراحة. طيب إيش أنت اسمك؟ أيهم؟ أيهم. طيب مين دخل غير توتي؟ إيش؟ في حدا غير أيهم دخل؟ في حدا غير أيهم دخل وما سمع اللي طلبناه؟ طيب يا أيهم. تمام دكتور. دكتور. أنت على، أنت راح تكون مع المجموعة الأولى، هلا راح أخلي البرزنتيشن تبعتك متأخرة عبين ما أنت تشتغل لحالك، فأنت أعمل سايلنت على الحكي اللي بنحكيه وبلش لحالك، خذ لك 15 دقائق انجز المطلوب منك. هلا أنت بمجموعة مطلوب منك تحكي عن الفاميلي بزنس. تحكي لنا إيش الفاميلي بزنس؟ فاميلي بزنس؟ أي نعم، الفاميلي بزنس. اسمعني عشان للآخر. أوكي. انت بدك تحكي لي عن الفاميلي بزنس، بدك تحكي لي عن حسنات وسيئات الفاميلي بزنس مقارنه مع الكوربوريت بزنس. اوكي تمام دكتور. خلص اعمل علينا سايلنت 10 دقائق وبلش اشتغل، ما راح انادي اسمك انا. حاضر تكرم عيونك دكتور. بس ممكن انه بعد ربع ساعه بما اوصل على البيت، لانه انا هيني لساتني بالطريق. انا راح انادي اسمك، انا راح انادي اسمك بالاخر يعني. خلص ان شاء الله ماشي ممتاز 100%. سلمت. هلا بدي مين اللي كان بيحكي لي الماي اللي بيدخل وبيطلع عنده اللي هو محمد كلبونه رايت؟ دكتور خلص ضبط. هلا تفضل انت اول واحد، شغل لي الكاميرا تبعتك ورجيني الورقه تبعتك وتفضل. بدك تعمل لي شير سكرين يعني؟ لا بدي شير سكرين، بدي تشغل الكاميرا تبعتك وتحكي وانا شايفك واحنا شايفينك. تمام دكتور واضح؟ تمام. بس انا بدي احكي عن عندنا طلعت منور اكثر من اللمبه اللي وراك هيك. الله يسعدك. تفضل. انا بدي احكي عن الكوربوريشن بزنس. What is a corporation? A corporation is a legal entity that is separate and distinct from its owners. Corporations enjoy most of the rights and responsibilities that individuals possess, that can enter contracts, loan and borrow money, sue and be sued, hire employees, own assets, and pay taxes. Some refer to it as a legal person. في عنا advantages و disadvantages لل corporate business. هسه عنا what are the advantages of forming a corporation؟ طيب خليني اقاطعك بس دقيقه يا محمد. تمام. بالنسبه للناس اللي موجودين هذا راح يكون شرح المحاضره تبعنا اليوم، انتم راح تشرحوا المحاضره، فيا ريت حضراتكم يكون كل حدا معكم ورقه وقلم، بتشوف اشياء من اللي زملائك بيحكوا، اشياء انت ما مرت عليك بتكتبها عندك، يعني بتكتبها بتضيفها للمعلومات اللي انت جمعتها. تمام تمام دكتور. عماد دكتور عماد. يس دكتور، انا مشكلتي مثل مشكله ايهم، انا هلا دخلت على المحاضره وهلا عرفت انه في كويز، فبدي بعد اذنك كمان تاجلني مثله. انا حاحكي عن الكوربوريشن، ما حاحكي عن البزنس فاميلي. ايش اسمك انت اريد؟ انا ديما. ديما جاعد. ديما. نعم نعم ديما دكتور. انت ديما مع الكوربوريشن. عفوا دكتور ما سمعت. يس انا هلا بس دكتور بدي افهم منك الايجابيات والسلبيات والمقارنه ما بين التنتين، مزبوط؟ اوكي تمام دكتور بعد اذنك. اعملي سايلنت عننا هلا وانت اشتغلي لحالك 10 دقائق، حضري المطلوب منك. تفضل يا محمد. حاضر. تمام هسه بدي احكي وات ار ذا ادفانتجز اوف فورمينج ا كوربوريشن بزنس. هسه في عندنا فيرست اوف اول بيرسونال لايبيليتي بروتكشن. ا كوربوريشن بروفايدز مور بيرسونال اسيتس لايبيليتي بروتكشن تو اتس اونرز ذان اني اذر انتيتي تايب. ثانياً فإن الـ access to capital. Since most corporations sell ownership through publicly trade stock, they can easily raise funds by selling stock.
ما كتبت كثير عن الادفانتجز يعني عشان كنت سريع، بس كتبت تنتين تن ادفانتجز. Yes, that's enough. Disadvantages. What are the disadvantages of forming a corporation business? Lengthy application process. هي واحد. Filling your articles of incorporation with your secretary on state can be quick, but the overall process of incorporating is often a long one. Second of all, expensive. Corporations are expensive to form and operate. It might be easy for established corporations to raise capital by selling shares, but forming and maintaining a corporation can be costly. ممكن تكون بعد بس انا ما كنتش لما عشان ما سمعتش المحاضره ما كنتش بعرف انك بدك الفرق بين الفاميلي. طيب انا بدي اسالك من وجهه نظرك من اللي قراته، لو انت محمد بدك تعمل بزنس جديد نيو فينتشر، ايش رايك يكون فاميلي بزنس افضل ولا بيكون الكوربوريشن الكوربوريت بزنس بيكون افضل؟ هسه انا بشوف الكوربوريشن بزنس افضل، بحيث انه انت راح تكون يعني الكل في الكل في الشركة. يعني إذا كنت أنت المالك تكون أنت الكل في الكل، ممكن تكبرها إذا بدك مصاري، ممكن تبيع الستوك اللي عندك، تعمل شغل الستوك اللي عندك، بحس أنها تكون حرة الحركة أكثر. يعني هذا السبب اللي بيكون عندك ليش تختار كوربوريشن. بالضبط. تمام، شكرا لك محمد. عفوا. أريد تفضل. أنا عندي دكتور. مين منتهى رافع إيدها؟ أريج راح تكوني نكست. منتهى ايش عندك؟ انا رافع ايدي. ابلش دكتور؟ تفضلي. تمام دكتور، بس ثواني. دكتور يعني انا بعد منتهى؟ لا هلا بدنا دور اريج. اريج اريج انا بنادي على الاسماء. معلش منتهى، انا بنادي على الاسماء دكتور. أوكي. هلا في تنين اريج. ايوه انا بنادي على الاسماء. وين اريج؟ أريج عيسى قصدك دكتور؟ أريج عيسى. عيسى أنا عم دكتور. تفضل يا أريج. تمام، دكتور هاي الورقة ما بعرف إذا مبينة، أنا عملت صفحة. تمام. أنا رح أحكي عن الكوربوريشن بزنس. بتعريف أول شيء، a form of business operation that declares the business as a separate legal entity guided by a group of officers known as the board of directors. The corporate structure is the most advantage or way to start business, because the corporation exists as a separate entity, has a legal right of an individual except for the right to vote and certain other limitations. Each year, directors elect officers such as president, secretary, to conduct the day-to-day affairs of the corporate business. If the corporation is small, shareholders should prepare and sign a shareholders buy-sell agreement. If shareholder dies or wants to sell his other stocks or his or her stock, it must first be offered to the surviving shareholders. إذا كانت شركة صغيرة، إذا كانت شركة كبيرة, if a corporation is large and sells its shares to many individuals, it may have to register with the secretary and Securities and Exchange Commission or state regulatory bodies. The advantage of corporation business, personal liabilities protection, business security and continuity, protect investors from liabilities of business, easier access to capital. The disadvantage is it being time consuming, subject to double taxation, having a rigid في عندها بروتوكولات معينة لازم تتبع, having formalities and protocols to follow. دكتور هذا أنا كل اللي حضرت عليه. بالنسبة لي إذا بدي أعمل يعني corporation, يعني بعمل مقارنة بين corporation والfamily business, صراحة أنا ما بشجع الfamily business لأنه فيها كثير سلبيات أكثر من الإيجابيات. الcorporation مهما تكون يعني سلبياتها أقل من إيجابياتها أكثر من سلبياتها.
بالنسبة لي أنا بفضل الكوربوريشن. شكرا لك، أعطيك العافية. جاوبت على السؤال قبل ما أنت بالناحية الإيجابية أو السلبية، شو أكثر إيجابية بتشوفيها للكوربوريشن إنه بتخليك أنت تفكر إنه تفتح تعمل كوربوريشن مش أعمل فاميلي بزنس؟ دكتور أنا بحس إنه الكوربوريشن مؤمنة أكثر، يعني كشغلة مصاري وإنه المساهم محمي من يعني محمي ما إله كثير خسارة، مش زي الفاميلي بزنس. الفاميلي بزنس لو صار في شغل وصار في خسارة، الخسارة راح تتم على الكل، بينما هذا لا، المساهم إله حصته لحاله، الموظف لحاله، المدير لحال، كل واحد لحال. يعني أنا بحسها مؤمنة أكثر من الفاميلي بزنس. شكرا. يعني التأمين بس كان واضح إنه توضحي لنا شو يعني التأمين بشكل أكثر. هلا بلكي حدا تاني يوضح لنا، إذا ما وضحوا حدا بحكي لك إيش التأمين، اللي الكلمة اللي كان لازم تحكيها عشان تفضي في المارك عشان ما نخسر لك السلامة. شكرا. أريج أبو كوش. نعم دكتور. تفضلي. اوكي هلا انا عم راح احكي عن corporate business. هلا basically a corporate business is a type of business which is legal and it's a separate entity as well. And usually the people who run the corporate business are the board of directors, and usually the ones who own corporations are shareholders or stockholders. Now they have advantages which are in a corporation it already exists as a legal and separate entity as we said before. And there is a very easy access to capital. And the disadvantages of corporate businesses is paying high taxes on profits, even if the income is there. So even if income is distributed among shareholders, you have to pay the taxes. And as well, it's time consuming. And usually governments always monitor corporations. Okay. And the difference between the corporate business and a personal business is that basically a corporate business is a group of individuals which is created by law, and it's independent of liabilities and members and whatsoever. Personal businesses are usually subject to pay double taxations, while corporations only pay taxes on the earnings. That's it. عندها entrepreneurial idea وقررت تعمل some kind of a business model. شو البزنس موديل اللي بتختاري؟ بتفضلي انه يكون family business style individual or family business style، ولا انا بروح اعمل corporation؟ No, corporate basically because it's safe and it's created by law like I said. ما هو البزنس كمان التاني protected by law، يعني انا لما يكون عندي family business ومسجل كمان بكون protected by law. أعطوني إيش يعني قصدكم بالبروتكشن؟ Maybe because it's a separate entity. It's legal and a separate entity. أوكي، شكرا. أهلا. أحمد عبد إيش؟ عبد الخالق؟ عبد أحمد موجود؟ أحمد عبد الدكتور. موجود احمد. احمد ايوه تفضل. The corporate business company is the company whose nature of workless in the participation of two or more people. افتح لي الكاميرا، افتح لي الكاميرا لو سمحت. والله موجود شغل دكتور، مداوم. اوكي تفضل كمل. Workless in the participation of two or more people to establish a project to carry out buying and selling operations in order to resell and option profits. طيب اعطيني بسرعة اهم advantages شفتها للكوربريشن. دكتور انا مع الفاميلي بزنس. انت مع الفاميلي بزنس، طيب هلا بنيجي للفاميلي بزنس، بلش معه. شو اهم الادفانتجز للكوربريشن؟ ادفانتجز ديس ادفانتجز.
معنا يا احمد؟ موجود دكتور معك. شو اهم الادفانتجز اللي شفتها الدكتور؟ اهم الادفانتجز واهم الديس ادفانتجز. دكتور بجوز اهم شيء انها بتتمثل الشخصية المعنوية للشركة، بتكون الذمة المالية تبعتها تنفصل عن الذمة المعنوية للشركاء، الذمة المادية. اوكي. بتتمتع باستقلال. طيب، وشو صوت بعنا disadvantages؟ ولا ما في disadvantages؟ والله لا ما بينش معي دكتور لا. طيب، شكرا لك. الله يعطيك العافية دكتور. إيمان حسين؟ إيمان موجودة؟ دكتور إيمان بتكون زوجتي بس تعبان شوي ما مش حاضرة المحاضرة اليوم. مين اللي بحكي؟ أحمد معك، أحمد عبد الخالق. أوكي. طيب روزي؟ سلام روزي؟ دكتور. تفضل. يعطيك العافية. الله يعافيك. دقيقة بس خليني أشغل لك الكاميرا. يعطيك العافية. الله يعافيك يا دكتور، أنا حسب ما فهمت من الورقة أنه بدك يعني أحكي عن الكوربريت كومبانيز، اللي هو زي ما حكوا زملائي الكوربريت كومباني إز أ بزنس. لحظة بس معلش خليني، لأنه أنا كاتب على اللابتوب وبإيدي لابتوب ثاني. Is a business which acts as a legal entity separated from the owners. يعني in case مثلا مفصول عن the owners، يعني لو the business went down الجهات المسؤولة won't come after your own money، your own personal account. بتكون انت والبزنس تاعك مفصولين عن بعض، حسابك الخاص والبزنس تاعك. Usually بيكونوا publicly traded، يعني ممكن يكونوا للناس، يشتروا فيهم stocks، يشتروا فيهم shares وإلى آخره. من الـ disadvantages تاعتهم الـ corporates بيكون higher startup cost، تكلفتهم البدائية أعلى، بالعادة بيكونوا larger in size، larger than the family business. family business ممكن يكون واحد وأخوه واحد وصاحبه وإلى آخره. ومن الـ disadvantages تاعتهم إنه double taxation، بيكون في 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 تاكس على شو الشركه بتجيب، وفي تاكس انت عليك شو اخر شيء بيجي على البنك اكاونت تاعك. ومن الادفانتجز تاعتها انه بيرسونال لايبيليتي بروتكشن، زي ما حكينا قبل شوي اذا البزنس تاعك وينت داون مصاريك ار سيف، ودائما في عندك ايزير اكسس تو كابيتال، بتقدر تاخذ قروض بشكل اسهل. بحكي تليفون قاعد حاطني ميوت. لا حاط حاله ميوت، مش حاط ميوت بس خلص. طيب انت محمد سوري روزي مرني نفس السؤال اللي سالناه لزملائك. روزي ايديا وقدامه التو اوبشنز، انك تشترك تعمل فاميلي بزنس، قدامك الخيار الاخر انك تبلش الكوربوريت بزنس. دكتور هذا اذا مش غلطان اجانا شيء مماثل بالتي ام اي بالاي بي 205A، نسيت كان عند بنت بتحاول تعمل شيء لماوث بريث فريشنر. انا بالنسبه لي حسب سايز البزنس، اذا بدي بزنس مثلا سايزه صغير او بدي ستارت اب كوست قليل ممكن اخذهم على انهم دين، مثلا ادينهم من صاحبي والى اخره. بس مثلا اذا بدي كابيتال كبير لا، بروح لجهات رسمية زي البنوك أو مثلاً زي الـ startup companies boosters، هدول اللي بيعطوك مصاري وبيأخذوا عليها فوائد وإلى آخره. فحسب يعني ممكن أروح مع الكوربريت إذا المبلغ اللي بدي إياه كبير، وممكن أروح مع الفاميلي ستايل. Actually نوضح إشي، إنه أنا لما بدي أعمل كوربريت أو لما بدي أعمل كوربريشن الفلوس تبعتي مش معناته اني انا بدي اجيبها من البنك فقط، او يعني لا مش من البنك بس. هي يعني الفكره، هي الفكره انه حسب شو المبلغ تو بي ايبل تو ليميت ماي لايابيليتيز انا ك ك ك ك نيو بزنس. انا اوضح النقطه لك ولغيرك للباقيين في موضوع الكوربوريشن. موضوع الكوربوريشن يعني معناته انه بده يكون في اسهم بالشركه، يعني معناته في عندي
other shareholders بدي اعمل initial public offering اللي بسميه. انا عشان هيك بلشت كلامي انه yes. بيكونوا publicly traded. Yes. اني معناته اني انا لما بحكي عن corporation بقصد بالcorporation انه هاي عبارة عن شركة مساهمة في مساهمين، يعني انا بدي اطرح اسهم بالماركت. بالتالي انا بشوف احدى disadvantages تاعونها انه shareholders يعني they have a say بكل شيء، يعني ممكن يقدروا يتدخلوا how you run your business بالshareholders تاعونك اللي بالبزنس تاعك. They have a saying in what you are doing. Yes. في اجتماعات دورية بتكون لمجلس الإدارة وللمساهمين، وأي قرار أنت بدك تعمل expansion لازم موافقوا على expansion. مظبوط. في أغلبية مش موافقة اللي هم بسموهم shareholder، أغلبية الناس البرسنتج للناس اللي حملت الأسهم مش موافقين على مشروع معين انت متقدم فيه، ما بيمشي. They will shut your strategy. Yes. شكرا لك. العفو. ننتقل كان معنا روزي. ديانا ابو حميد. نعم دكتور موجوده. تفضلي. Your camera on please. Start with the advantages. ايش صار معك؟ ما معنا وقت كثير. ديانا مش جاهزة؟ اختفت لما ترجع لما نشوفها هلا. محمد علي دكتور، بس كيف ممكن انا احكي؟ مين انت؟ محمد علي. محمد علي. محمد احمد محمود علي، رقمي 10. انت من اي مجموعه؟ مجموعه الكوربريت ولا الفاميلي؟ الاولى. لا ما بدنا تحكي هلا انت. سجى اسماعيل. يس، يعطيك العافيه دكتور. تفضل. دكتور، هلا الشيء اللي محضرته انا نفس الشيء حكوه زملائي. عندي مشكله، افتحي الكاميرا تبعتك ورجينا ورقتك اللي حضرتيها وتفضلي عارفين. هلا انا حضرت ورقه صراحه بس مش قادره افتح كاميرا، يعني مش محضره حالي، بعتذر منك دكتور. تمام، فيني احكي من غير ما افتح كاميرا؟ تفضلي احكي. تمام. شو بحسابه على فكره، يعني عشان ما اغشكم انا يعني. تفضلي. نعم. تكلمي. تمام، هلا بدي احكي على الادفانتج. اول شيء بيرسونال ليابيلتي بروتكشن، طبعا اذا في قضيه المساهمين مش مسؤولين بشكل شخصي عن ديون الشركه الالتزامات القانونيه. كمان ايزير تو اكسس للكابيتال، اسهل نقل الملكيه وادامه العمل على المدى الطويل، وفي عندنا بزنس سكيورتي، وكمان سهل الشراء والبيع اذا حدا بده يبيع ببساطه ببيع اسهم تبعه. هلا الديس ادفانتج انه سبجكت تو دبل تاكسيشن، هلا حسب توزيع الدخل، وفي شركات كوربوريشن ممكن مثل اس كوربوريشن ممكن ما تدفع ضريبه الدخل، او في عندنا هافينج راجد فورماليتيز اند بروتوكولز تو فولو وتايم كونسيومينج. طبعا لازم يحضروا المساهمين اجتماعات سنويه. وات ايلس؟ كمان تحتاج الى اوراق اعمال ورقيه مكثفه لتحديد وتوثيق تفاصيل المنظمه وملكيتها وتحديد مجلس الاداره. طيب سجى، انت عندك فكره وبلشتي، ايش بتفضلي بناء على اللي تفضلتي فيه هلا؟ يعني ايش بتفضلي، الكوربريت ولا بتفضلي الفاميلي بزنس؟ هلا صراحه ما في شيء احسن من شيء، حسب الشخص، حسب مثلا انا ما عندي خلفيه ومعي شويه مصاري وحابه اشغلهم.
أو ماني مضطرة أتحمل مثلاً خسارات أو مثلاً شو بسموها personal liability protection، فلا بروح على الكوربوريشن. هلأ إذا ممكن العائلة عندها مثلاً مبلغ كبير وعندهم إيش بيقولوا مثلاً experience، عندهم خبرة، لا برجح الفاميلي، يعني حسب الحالة وحسب الشخص، حسب الاكسبيرينس، حسب المصاري. شكرا لك. سارة الشيشاني موجودة؟ يس دكتور موجودة. سوري أنا طلعني بس فتحت الكاميرا بقدر. طيب هلا بنرجعك كمان مرة، بس سارة وين سارة أول شيشاني؟ موجودة دكتور، هيني ثواني أفتح الكاميرا. هيني دكتور. تفضل. هاي حلي. هاي. تمام. تمام اوكي. انا رح احكي عن الكوربوريت بزنس. اوكي هلا الكوربوريت بزنس هو فورم من البزنس اوبريشنز بيكون اوند باي الشير هولدرز، وهو هي عباره عن سيبريت ليجل انتيتي بتكون لها ادفانتجز وديس ادفانتجز. الادفانتجز تبعتها اللي هي مثلا عندنا الشير هولدرز ما بيكونوا مسؤولين من ناحيه قانونية عن البزنس لوسز اللي بيواجهها هذا النوع من البزنس بالمصاري تبعتهم، عم نحكي الخاصة. شغلة تانية انهم بيقدروا يعملوا ريز للكابيتال تبعهم ايزيلي اكثر من الفاميلي بزنس. كيف؟ باي هافينج انليميتد نمبر اوف انفسترز، هذا الاشي بيزيد من الكابيتال تبعهم. كمان شغلة هلا الترانسفير تاع الاونرشيب بيكون through selling the share الأسهم share of stocks. كمان شغلة في عنا هون اللي هي ال continuous existence تاع البزنس. هاد ليش؟ لأنه البزنس بيستمر even after the death of the owners، فبقدر إنه يضل بالسوق. هلأ في عنا disadvantages لهاي الـ corporate business. في منهم إنه في الموضوع الـ tax، في ازدواجية بدفع الضرائب. ليش؟ لأنه هدول المساهمين بتم فرض عليهم ضريبة. ليش؟ لأنه لما ينعطاهم أرباح بيعتبروها زي كأنها دخل عليهم، فبيقتطعوا عليهم ضريبة. كمان شغلة إنه بزيد عليهم الريجوليشنز واللوز والتعليمات، سواء كان من الجهات يعني اللي بتصرح هاي الريجوليشنز. بزيد عليهم كمان شغل، لازم يكون عندهم مجلس إدارة، لازم يعقدوا اجتماعات في أشياء كوارترلي سيمي أنيولي وأنيولي، وطبعا لازم يقدموا تقارير الربعية ونصف سنوية والسنوية، ولازم يزودوا كمان لوائح داخلية وهاي الشغلات، مواد التأسيس كمان. جاوب على سؤال مين أنا بختار؟ yes. هلا أنا بختار الكوربوريت بزنس. سبب واحد فقط، أعطيني سبب واحد مقنع إنه هيك، ليش أنا بختار الكوربوريت؟ بختار الكوربوريت بزنس لأنه it's more legal، ولأنه فيه investors، فهو كل ما زاد الانفسترز فأنت بتكون زي كأنك بالسيف سايد، ومن منه بيزيد الانوفيشن كمان. شكرا لك. ركزوا عليها اللي ما كتب من وراء سارة، في نقاطها كثير منيحة، يعني بتعطينا الميجر بوينتس اكتشوالي اللي احنا بدنا اياهم، ما عدا نقطة واحدة بس نخلص بحكي لكم اياها ان شاء الله. تمام، ما عدا just one missing point. هلا بجوز هي حكتها ضمنيا، لكن احنا بدنا اياها ايش؟ تكون بطريقه explicit، نذكرها بطريقه explicit، لانه هي واحده من المين advantages. شكرا يا ساره. منتهى. نعم دكتور. تفضلي. تمام دكتور، هاي الورقه اللي انا كتبتها. تمام. Thank you. تمام. هلا دكتور رح نحكي كانترودكشن انه the best type of firm ownership is the subject of firms debate family firm versus stock market displaced ownership. هلا دكتور الفاميلي فيرم that is switched from family control but corporation or stock market ownership run by professional manager.
and as legal entity that is separate and distinct from its owner. الاونر هم نفسهم الشير هولدرز. هلا الادفانتج دكتور للكوربوريشن انها ستيتيوشنال فريم ورك بزنس ليجاليستيشن سوشيتد فريم ورك فاينانس المانجمنت براكتس والاتيتيودز اند الاتيتيودز اند فاليو. هلا الديس ادفانتج لها دكتور هي انها كومبلكس بروسيس وانه في عندها دبل تاكسيشن. التاكسيشن بيكون انديفيديوال وبيكون على الكوربوريشن على الكومباني على الشركه. وفي كمان انها كونفليكت اوف انترست واكستنسيف رولز وليك بزنس. وين الكونفليكت اوف انترست وين بيكون موجود في الكوربوريشن؟ الكوربوريشن الكونفليكت. تاكد هلا دكتور نحكي عن البروفيشنال مانجمنت واز بيتر ذان مانجمنت باي اونر فاميلي ممبرز. يعني بيكون في الكوربوريشن البروفيشنال مانجمنت بيتر ذان المانجمنت في الاونر فاميلي. هلا الفاميلي الفاميلي فيرم او الفاميلي كومباني ليكس كريتيفيتي كومبير تو كومباني كوربوريشن. هلا المانجر في الفاميلي في الفاميلي فيرم بيكون بريفيرد تو تيك ديفيدنس ان ذا شورت تايم. يعني هم بيكون بس بهمهم الارباح على المدى القصير ريدر ذان الكوربوريشن انهم يوزنج الماني تو انفست فور لونج تيرم. هلا الشركات العائليه في ناس كثير وصفوها انها هي شركات تعتبر وصفات كارثيه مستقبليه بغض النظر شو بيكون حجم الشركه. هلا دكتور انا لو بدي اتخير بين الكوربوريشن والفاميلي راح اختار اكيد الكوربوريشن. شكرا لك. ليش النقطه اللي حكيت لساره عنها انها مش ما كانت واضحه عند ساره هي صارت واضحه عند منتهى للبروفيشنال مانجمنت. تمام. كوربوريشن هي واحدة من المين كاركترستكس المين ادفانتج حكيتها دكتور. يا حكيتيها ضمنيا. بروفيشنال عندهم اكسسبيليتي على شو عندهم. يعني هي واحدة من المين ادفانتجز من اول الشغلات اللي احنا ممكن نذكرها انه بتولى الاداره فيها بروفيشنال مانجرز بمعنى انه دائما بيختاروا الشخص الكفؤ ودائما بيكون في عندهم سعي في الكوربوريشن يدوروا على حدا سي اي او معروف ومشهور ومشهود له بالقطاع اللي احنا موجودين فيه. بينما لما نطلع على فاميلي بزنسز بيكون الاكبر عمرا او اللي مساهم باكثر عدد من الفلوس هو بيكون المدير بغض النظر عن كفاءه هذا الشخص. التنتين مع بعض كملتوا ممتازين. هلا مين ضل عندنا بهاي المجموعه؟ ديانا. نعم دكتور موجوده. تفضل يا ديانا. انا راح احكي عن ال Operation, a form of business operation that declares the business as a separate legal entity guided by a group of officers known as the board of direction. A corporation has all the legal rights of an individual except for the right to vote and certain other limitations. The advantages: personal liability protection, business security and continuity, and easier access to capital. Number two, it's more likely to be outward looking and innovative. These advantages include it being time consuming and subject to double taxation, as well as having right formalities and protocols to follow. طيب نفس السؤال. الكوربوريشن لأنها more professional and have يعني ability to innovate أكثر من إنه الفاميلي. يمكن ما بيكونوا متخصصين أكثر بالفاميلي بال how to run a business. شكرا جزيلا. محمد ترنت. أيوة دكتور. دكتور انت طلعت. لا مش انت، مش محمد الفرند، هي الفرند. ايوه
أنا محمد علي دكتور، بس أنا بستنى، بعرفش إذا جاء دوري أنا جاهز، بس أول شي دور الفريند بعدين بيجي دور الناس اللي مش فريند. كنا بنستنى. تفضل. اوكي دكتور، هلا انا بدي احكي عن الكوربريت في الكوربريت كومباني ستارت ويب ونعمل ويب ستارت اب هذا عنده كان بزنس كثير وتغير وتطور حسب الفاميلي. هلا الكوربريت صوتك مش واضح يا محمد، بعيد. هيك واضح؟ هيك واضح. بحكي الكوربريت عندها longer chain of command، يعني انت ممكن تكون كموظف في شركه كوربريت كبيره ما يعني تقضي عمرك كلها ما تشوف، اما كالفاميلي بزنس بيكون الجو اكثر يعني اكثر فاميلي مطلوب كل حدا بيعرف كل حدا. الرول بالكوربريت بيكون well defined لكل حدا شو الرول تبعه. والأكشنز اللي هو بيكون ريسبونسبل عنها. أما بالفاميلي بزنس ممكن أنت تكون يعني فليكسبل، ممكن أنت يكون في فرصة إنه الواحد يشوف شو السكيلز اللي عندك، لأنه أنت بتضطر تعمل أكثر من شغلة، يعني ما في رول معين ثابت. بالكوربريت رح تكون عندك ستريت فورورد تايتل بناءً على هذا. والباث للكارير ديفلوبمنت تبعك رح يكون يعني يوزوالي ويل سيت، يعني خلص معروف المتطور بالتشين أوف كوماند. راح يتفاش راح يصير عليها. أما بالفاميلي بزنس حكي ثاني. وبالفاميلي بزنس الريليشن شيب بيكون فاليو. الكوربريت بتكون يعني لاكس هذا الموضوع، بيكون الموضوع يعني مور وركلي انفايرمنت. وأنا بالنسبة لي بختار فاميلي بزنس لأني أوريدي بشتغل بفاميلي بزنس. بالنسبة الجو الفاميلي موجود بالبزنس يعني كثير أنا أي فاليو هذا الشيء أكثر من إنه أشتغل بالكوربريت. واحد اوكي المصاري بتهم، بس الواحد لازم مش مرتاح ومبسوط بشغله. طيب شكرا لك يا محمد. محمد علي تفضل. يا محمد علي سنس انت اول واحد فاتح بهاي المجموعه. شكرا شكرا دكتور. انا فكرت المجموعه الاولى خلصت دكتور، لانه انا عندي كان قطع. اعتذر. انا حسب ما فهمت دكتور انه راح احكي عن البزنس فاميلي كومباني، رايت؟ فاميلي بزنس مش عن البزنس. بداية إدارة الشركة طبعاً هيو أنا كاتب على صفحة أولى، صفحة ثانية، صفحة ثالثة. إدارة الشركات العائلية بتكون غالباً من الأونر، والأصل تكون led by professional. ففي بعض المميزات اللي بتكون مؤهلة للموظفين أو أنا كصاحب شركة. Good salary, high privilege, decision maker, good job title. مشاكلها ممكن تكون differences of view، يعني في مزاجية أو مشاكل بين اتخاذ وجهات النظر بين الأخوة أو الشركة. High work hour و imposing opinion، يعني كل واحد يفرض آراءه يعني بغض النظر عن صلاحية الشركة. في بداية السلايد ذكر في مقولة حكت إنه بعض الشركات الأمريكية أسرع نمو من البريطانية. ليش هم شارحين هون هما؟ إنه هون بيشغلوا المحترفون والمهنيين في الأمريكية، في البريطانية غالباً بتكون شركات عائلية، فمشان هيك صنفوها إن الأمريكية أكثر سرعة، لأنه وين المصلحة بيشغلوا يعني مش على مستوى العائلة فقط. بشكل عام يعني ضرورة وجود مثلاً ميثاق clarify rights and duties between company. وتوفير كوادر مساعدة للقيادات التنفيذية. غالباً مثلاً في شركة أنا بشتغل فيها هي شركة عائلية من 78. في 2016 الأخ الأكبر اللي هو صاحب المؤسس عمل زي شركات القابضة دكتور، جاب وصاروا هم يديروا مصالح الشركة، لأنه الجيل الثاني بلش يضيع. أجى الأخ اللي أصغر اشترى حصة أخوه الكبير وطرد شركات القابضة والشركة قاعدة بتنزل. وهذا مشكلة الجيل الثاني والثالث، إنه ما في سوء إدارة. بنحكي ما أظنش هو ما عندوش يعني اهتمام للمصلحة، لكن في سوء إدارة. وحسب في مشاكل في عيوبها إنه قصر عمر الشركة طبعاً للجيل الأول حسب ما مذكور في السلايد. كمان من بعض الحسنات إنه التموين راح يكون من العائلة
وغالبا في اتفاق حسب المصالح. سرعة اتخاذ القرار موجودة، مرونة، سرعة في الاستجابة للاحتياجات. بعض المشاكل كمان انتقال المشاكل إلى المنزل، غالبا عدم وجود خصوصية، تذمر الموظفين من خارج العائلة. ومن رأي دكتور، وجهة نظري أنا، أنه تبدأ الشركة كبزنس، فاميلي بزنس، بعدين تتحول الكوربوريشن. ليش؟ غالبا بداية بكون الناس مصالحهم متقاربة، نقدر نحكي لأول 15 سنوات، هاي نقدر نحكي خطة خمسية، وبعد ذلك ممكن نوجهها كشركة قابضة، نجيب ناس محترفين بعد ما تثبت. أما من البداية نروح على شركات رأس مال أكبر، أتوقع الكوربوريشن. شكرا لك. شكرا يا فارس. يعطيك العافية دكتور. خليني أقول، شايفني دكتور؟ يسر. أوكي، وهاي اللي أنا حليته من هون. هلا as a family business, as an introduction, دكتور، it's owned or run by member of a single family. Also, it can be with two or more family members are involved and the majority of the ownership or control lies within the family. It's, family business is important because it provides for closer contract with the management. Also, it builds a trust factor with the established relationship with the management and employee, and provide hand on the training. Also, it's important, family business is important sometimes for some families as a prestige and activities. There is some advantage and disadvantage for family business. The advantages is such as a common value, loyalty, and stability, and decrease cost. The common value, it's shared for some beliefs, how things should be done with some part of families they are stuck with. Loyalty, it's all the time the family, it will be stuck together. Sometimes they will find a conflict, but in the end they will be together as a loyalty to success their business. Stability, it's for building for the structure generation for the kids in the future, that to handle the management and the business success. This decrease of the cost, family sometimes they can deduct from their own personal amount of money to success their business, and as a financial things for them. As a disadvantage, lack of skills. When they start the business in the beginning, it will be there's a lack of skills, family conflict, and succession planning. And as a lack of skills, sometimes when you start as a family, when they start for a new business, they don't have the proper training, they are not aware about of the market. So this will lead sometimes for difficulty to them to run the business. As a family conflict, sometimes it will arise by who will lead or track the business. Sometimes if I put my younger brother in this family business and start running this business, maybe the older brother, he will get feeling bad. And in the end, it will be better for them. Succession planning. Okay, doctor. Anu akhtar, cooperate wala family? Akhtar. هلا أنا for my opinion زي ما حكى زميلي I start as a family business. هلا because it will be flexible structure للinvolve for the family member. In the end I will lead it for a cooperative business. زي طلال أبو غزالة بلش فيها as a family business, then it started to cooperate business by public trades internationally. شكرا لك. العفو دكتور. منى موجودة دكتور، يعطيك العافية. الله يعافيك. تفضلي أنت معك المايك. يعطيك العافية دكتور عماد. منى الحريري، رقمي بالشيت 11. بدي أتكلم اليوم عن البزنس فاميلي.
أو الفاميلي بيزنس هي الأصح. اليوم هلأ بكل بيزنس بيكون فيه أدفانتج وديس أدفانتج. بالفاميلي بيزنس برأيي أنا بيكون فيها الديس أدفانتج أكبر. هذا زي ما بحكي إنه أنا برأيي الشخصي. هلأ تاريخياً هلأ أنا ما رح أحكي نفس الموجود في الكتاب عندنا، أنا بدي أحكي مش نص حرفي، بدي أحكي أنا شو فهمت أو شو أنا عم بشوف البيزنس بالسوق، تمام؟ هلأ الديس أدفانتج تاريخياً اللي تاريخياً الفاميلي بيزنس ما بيكمل، ممكن يبدأ بين اثنين أخوان وينجح ويكبر، بس ممكن إحنا بنحكي الديس أدفانتج بيبدأ يبين بالجيل الثاني أو الثالث اللي هو أولادهم أو أولاد الأولاد. فيها أدفانتج اللي هي من محاسنه أول شيء إنه أداء الموظف. هلأ الإداري هو نفسه صاحب العمل، فبيكون كتير يعني خايف أو حريص على الشغل تبعه هذا ينجح، فبيكون عنده كوميتمنت أعلى، بيكون بيداوم ساعات عمل طويلة، ما بيحسبها إنه 8 ساعات وبدي أروح، فيها فليكسبل نوعا ما. هلأ الديس أدفانتج للفاميلي بيزنس ممكن كمان برأيي ما بيشغلوا، يعني هلأ الفاميلي بيزنس رح تصفي كل اللي بالعائلة رح يشتغلوا في هذا البيزنس. ممكن يشتغل واحد ما معه مؤهل علمي صح يقود المنصب اللي هو فيه، أو ممكن يكون على عدم دراية أو دراية وافية خلينا نحكي بالبيزنس اللي بده يقيده. هلأ صناعة القرار في الفاميلي بيزنس بتكون كتير أسهل وأسرع، لأنه ما في تسلسل، ما في ديسكريبشن، ما في سوري ستراكتشر، يعني بيكون قرار يلا نعمل هيك يلا نعمل هيك وبيعملوا. أما بالكوربوريشن بتصفي لا، هي فيها سياسة، فيها تسلسل حسب الأصول زي ما بيحكوا، لازم يمشي ستيب باي ستيب، مش ما بي يعني ما بيقدروا يلا نعمل فيلا نعمل. هلأ الكوربوريت بيزنس it's more legal and safe and stable للونج تيرم خلينا نحكي. الإشي اللطيف فيها أو المريح فيها it's no have emotion مثل الفاميلي بيزنس. أكتر شيء أنا بحس يعني بسنس بالفاميلي بيزنس بداية اللي هو أنت لما بتشوف بيزنس بيبدأ بين شخصين إخوان بينجحوا بيكبروه، بيوصل البيزنس هذا للجيل الثاني أو الثالث، ممكن إنه يتفكك بسبب خلافات مثلا. يعني على مر التاريخ البزنس الفاميلي ببلش يتساقط زي ما حكينا بالجيل الثاني أو الثالث بسبب النزاعات. ممكن مين اللي بده يصير مدير، أنا ولا أنت بتاخد أكتر، لا أنا باخد أكتر، أنا بستحق أكتر، لا أنت بتستحق أكتر. الكوربريت بزنس بتصفي خلاص، هي ستاندر، فيها مجلس إدارة، هم بياخدوا القرار، هم بيحطوا الأسس اللي بدهم يمشوا عليها الموظفين وبيمشوا. هلأ بغض النظر عن إنه الكوربريت بيزنس أنت أكيد موظف رح تكون مش كتير مرتاح زي الفاميلي بيزنس، بس إحنا بنحكي على اللونج تيرم. أنت لما بدك تكون موظف برأيي أنا ليجل سيف ستيبل أكتر الكوربريت. بدي أعطيك إكزامبل كتير صغير دكتور، إذا ما بعرف إذا بتعرفوا محلات البشيتي اللي هي بنعدها من أكبر محلات العدد الثقيلة والأدوات المنزلية. من خلال تقريباً 10 سنوات بدأ البزنس فاميلي بزنس، اليوم إذا بنطلع عليه هو 4 أو 5 محلات. بنفس الوقت في كمان عندي إكزامبل اللي هو الليدر سنتر. الليدر سنتر هو العائلة مراد اللي هم معروفين بالأجهزة الكهربائية عنا في الأردن. لما طلع الجيل الثاني توجه على طول إنه يفتح شركة جديدة اسمها تراستي، هي بشارع مكة، مش كتير إله زمان هذا الحكي، بس إنه إحنا بنحكي يعني هاي أنا فكرتي دائما بالفاميلي بزنس إنه الجيل الثاني والثالث ببلش يخرب كل إشي. فبس ما بعرف إذا وجهة نظري صح أو لا، بس أنا حبيت يعني أشارك الشيء اللي أنا فهمته. يس شكرا. بصير أعطي ملاحظة يعني، بس قبل ملاحظتك هو اكشولي علشان يعني اكثر من حد صار حكي عن الجيل الثاني والثالث. هلا دراسات انعملت على الفاميلي بزنسز وعلى الكوربوريشنز، وجد انه اغلب بمعنى اغلب يعني نسبه عاليه، يعني بنسبه الاوفر 90% من الفاميلي بزنسز بنهاروا بالجيل الثالث، ببلشوا يضعفوا مع الجيل الثاني. ده اللي حكيت لي عنه يعني. احيانا الدراسات كانت منقسمه مع الجيل الثاني، كانت الدراسات منقسمه 50-50، انه بعض البزنسز الفاميلي بزنس بقوى بالجيل الثاني
50% الثانيين كانوا يضعفوا بالجيل الثاني، لكن بغض النظر عن ادائهم مع الجيل الثاني لما كانوا يوصلوا للجيل الثالث مور ذان 80% 90% من هاي الفاميلي بزنسز بتنهار مع الجيل الثالث. تمام دكتور؟ يعني تمام اللي حكيته؟ اللي حكيتي صحيح. يس، مع الجيل الثالث نسبة عالية جدا من الفاميلي بزنسز بتنهار، تحديدا مع الجيل الثالث، مش مع الثاني او الثالث، بالجيل الثالث، بغض النظر عن ادائهم اللي بيكون بالجيل الاول والثاني. واذا بدك مثال على هذا الشيء، مثال واقعي من الاردن على هذا الشيء، يعني زمان لما كنت ادرس النظرية كنت احكي مستحيل، عشان كنت ادرس لما كنت ادرس فيها طالب لسه كنت اشوف الدراسات هاي واشوف شومان البنك العربي قدامنا كان موجود. البنك العربي موجود من سنة 1920 ولا 30، وهي الجيل الأول والثاني، الجيل الأول خلص وبلش الجيل الثاني بنجاحات أكبر من الجيل الأول، وإجا الجيل الثالث كمل على نجاحات الجيل الثاني لحد معين وبعدين انهار والبزنس بطل لهم أصلاً. هلا ظل البزنس اسمه البنك العربي لكن أصحابه مش عيلة شومان، الناس اللي لهم الميجوريتي بالستاكس مش شومان. تمام، يعني بستاهل علامة كويسة، ممتاز. يس، تفضل يا استاذ. مين اللي بيعلق؟ زملائي حكوا كلهم انه بالفاميلي بزنس القرار دائما بيعود للفاميلي اونر، وهذا شيء مش صحيح، لانه فاميلي بزنس احنا خلينا مش راح احكي عن فاميلي بزنس عاديه، يعني انه لما يكون ستراكشر قوي فاميلي بزنس زي اديداس زي بوما زي فيراري زي الشغلات اللي لهلا موجوده، يعني الاشياء القويه اللي صح بيكون فيها مجلس، يكون فيها مجلس اداره من الفاميلي نفسها وما حدا بيقدر ياخذ قرار لحاله. يس يا محمد، هذا الشيء اللي بنميزه احنا دائما في بزنس، بس الواحد الاونر بيعطي رأي. يعني خليك معي شوي، بس نميز من الفاميلي بزنس انه الفاميلي بزنس هذول الناس اللي ما انهاروا بالجيل الثالث ضلوا مستمرين لليوم، كان في اسباب انهم استمروا لليوم، زي هيك عمالك تحكي عن فاميلي، عن اديداس وبوما وعن شركه هوندا مثلا. اي شركه؟ في كثير امثله، كثير امثله يعني لها ثلاث اجيال واكثر. اكثر يعني في خطط قويه جدا تنحط عشان الفاميلي بزنس تضلها موجوده وما تتاثر بقرار فرد من العائله بس. ما خد هذا سبب لايش؟ That's why those businesses stayed in the market، لانه فكروا بطريقه مختلفه. تمام؟ يعني حتى وهم بيشتغلوا they still operating as a family business، they started and they still operating as a family business، بس العقليه اللي بيعملوا الاوبريشن تبعتهم فيها بعقليه الكوربوريشن. يعني شركة هوندا ما بيقبلوا أي حدا يكون مدير بشركة هوندا، بس عشان أنت من عيلة. تعرفوا شركة هوندا باسم العيلة رايت؟ طبعاً. العيلة هاي القصص بشوفها ما بتصير إلا بالعيلة العربية يعني. طبعاً. لما تكون عائلة عريقة أجنبية بهمها البزنس ما بيحطوش أي حدا يخترق. اليوم. بهالسهولة. في لليوم شركات من 200 سنة موجودين بإيطاليا بيشتغلوا بالجلود مثلاً، بيشتغلوا بصناعات الجلود من 200 سنة ولسه موجودين. And they are all over the world. بس استل بأسامي عائلاتهم. بالضبط. وأديداس لما انهارت بين الأخوين، واحد راح عمل بوما والثاني ضل ماسك أديداس، فإنه يعني yes. في حلول. هم اختلفوا على ديزاين صح؟ إذا كانت القصة مش كثير متذكر القصة بصراحة، يعني بس يعني هو صار في خلاف، واحد منهم يعني توجه لاسم شركة لحاله بس استل نفس الديزاين. هم أخوين اختلفوا على ديزاين معين، على السعر والديزاين لمنتج معين اختلفوا، فقرروا يفكوا الشركة. فالأخ اللي طلع واحد ظل بأديداس والثاني طلع وعمل بوما. عمل بوما 100%. شكرا لك. مرحبا دكتور، يعطيك العافية. الله يعافيك. من المتكلم؟ أيهم مروان. دكتور انا هسه وصلت على البيت واني قدرت اكتب إشي من عندي بس من غير ريفرنس، يعني حسب انا خبرتي بالمواد السابقه، فاذا بتحب احكي لك يا ممتاز، يعني كاتب وكتب على ورقه حتى رتبت افكاري. يعني اذا بتحب خليك معنا كمان شوي وبعدين بناديك. اوكي ان شاء الله. انا يعني معكم دكتور. مين عندنا بهاي المجموعه؟ نتالي. ناتالي ار يو ذير؟ طيب غير ناتالي عندنا احمد رسمي. نعم دكتور موجود.
السلام عليكم. الله يعافيك دكتور. الله يعافيك. الفاميلي بزنس كان بي ديفايند از ا كوميرشال اورجانيزيشن ان ويتش ديسيجن ميكينج از انفلوينسد باي مالتيبل جينيريشن اوف فاميلي. So it's a generation of family so with decisions لل organization وان عندنا فيه تو يعني انه الفاميلي اونز most of the capital and control لل organization they have the ability to influence the vision of the business and the goals الفاميلي بزنس كان يعني في عندنا هون فري سيركل موديل ات كان بي يعني نفرق بين الفاميلي بزنس وهاو انه كيف ممكن نصنفها كفاميلي يعني اكستريملي فاميلي اور فاميلي مانجد باي كوربوريشن فعندنا في لازم بيدخلوا الثلاث محاور اللي هم الفاميلي والبزنس والاونرشيب فحسب الانتراكت بين الثري dimensions هذول ممكن ان نحدد how to extremely family or انه corporate تكون الشركة corporate most of the advantages is عندنا اول وحدة اللي common values beliefs how things done هاي ممكن تكون competitive advantages شركات كبيرة ممكن owned by families ولسه مستمرة من سنوات عديدة في strong commitments اللي هي الفاميلي ممكن تكون put extra efforts needed to make it success loyalty stability and long term planning needed to growth and success sometimes الستابيليتي بتكون disadvantage if الفاميلي can't react to a change in the market and the business and تواكب السوق الكوست ممكن decrease the cost للفاميلي للاورجنايزيشن يكون ديكريز للكوست الكوست بتكون اخف على المؤسسه وعلى الشركه وواحده من الادفانتجز نوليدج اوف ذا لوكال ماركت بتكون الفاميلي بزنس يعني عندهم نوليدج اكثر باللوكال ماركت اللي هم موجودين فيه هاي ممكن تكون ديس ادفانتج اذا هم ليميتد على الورلد وايد ماركت اذا بدهم يتوسعوا كثير ممكن انهم بدهم يدرسوا السوق الورلد وايد اكثر الديس ادفانتجز ممكن المهمه او الرئيسيه اللي هي lack of skills and experience ممكن تكون نيجاتيف بالافكت على البزنس اللي هم بيشتغلوا فيه في فاميلي كونفليكت اذا كانت الخلافات العائليه بالفاميلي بزنس sometimes الفيفوريتيزم بتكون واضحة كثير إذا كان المانجمنت بدهم يسووا decision لpersonal reasons مش لbusiness reasons هاي بتكون الفيفوريتيزم واضحة كثير بالفاميلي بزنس وواحدة من اللي حكاها زميلي فارس إنه السكسيشن بلاننج إنه يعني بتكون بالفاميلي difficult إنه to decide who will be in charge للبزنس على أساس إنه يكون مؤهل ومعه experience أو skills how to manage how to run the business على long term sometimes the emotional management تلعب دور بالfamily businesses برأيي أنا إنه أنا بدي أبلش بfamily business بعدين turn it to corporation business أفضل safe إنه أبلش بالfamily كcost من ناحية planning succession بقدر اني ابلش بعدين بحولها لكوربوريشن بزنس شكرا يا احمد بدي اعد اسماء بس اشرف موجود معنا اليوم موجود طيب ايهم حكينا قصي موجود دكتور قصي دكتور امجد امجد عندي موجود سارة نصر الله موجودة؟ يس دكتور موجودة لوسين موجودة؟ لوسين طيب شكراً يا أحمد آخر واحد كان
طب انا 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 مين انت؟ صار ما حكيتش بكش احكي بحكيش عادي ضرور احكي يلا خش علي يلا انا كمان دكتور عماد؟ نعم دكتور انا اجلتني لاخر اشي عشان تاخرت لفتحت على المحاضرة ديما لسه ما وصلنا لاخر اشي حاضر ارضاي السبع دقائق Family business versus corporate business. ماشي. Main difference related to structures and individual and responsibility. Family business normally provide for closer contact with management. Family owned business oftentimes have more flexible structure, short chain of command than with corporates. Individual responsibility in family owned business are more likely to double in multi roles and lend help wherever needed. will have opportunities to flex different skills. هلا اعطيكم disadvantages شوي عن موضوع family business. Lack of skills or experience. Some families business appointment family members into roles that they don't have the skills or experience. Family conflict. هاي اشي تاني. Bad feelings and resentment could damage the business operation and put your family related at risk. Many family business owners may find it difficult to decide who will be charge of the business if they were to step down. Advantages موجودة عليها common values. Family are likely to have some ethos and beliefs on how things should be done. Strong commitment building at least in family enterprise means that you are likely to put in the extra hours and efforts needed to make it success. Loyalty, الأهم إشي في الموضوع, إنه strong personal bonds mean that you and family members are likely to stick together in hard times and show that determination needed for the business success. أنا رأيي إنه أنا مع family business لأنه إحنا من أنا بحب الريسك, يعني بحب أفوت بريسك وإنه أنجح الموضوع, إذا الموضوع ما كان ناجح لازم ينجح. هاي وجهة نظري بالموضوع دكتور. تمام يعطيك العافية. هلا راح نوقف عند مين آخر واحد مين كنت تحكي معنا أنت؟ إيش اسمه؟ أنا قصي دكتور. قصي. تمام. قصي. وقفنا عند قصي آخر شيء. هلا بنحط الناس اللي ما كانوا موجودين غايبين إنه ما يخلو صفر. إنه الوقت تبعنا خلص. دكتور. الأسماء المتبقية الأسماء اللي تبقت عندنا من اليوم زائد الثلاث اللي غايبين عندنا ثلاث غيابات إجا حظهم يعني ثلاث غيابات ما يخص صفر أول المحاضرة القادمة إن شاء الله راح نعطيكم فرصة دقيقتين ثلاث وبعدين نعمل سمرايزيشن للشابتر وننتقل على الشابتر التالي بعد ذلك تمام؟ هلا هنطلع على دكتور تفضل بدي احكي لها بس في نقطه الشباب ما ممكن ما حكوها وما جو دكتور انا بحس انه الفاميلي فليكسبل اكثر للتغير في مثلا في خطوره او تحديات يس في مور فليكسبيليتي لانه احنا فاميلي ففي عندنا فليكسبيليتي اكثر من أكثر من الكوربوريت بزنس باغلبها بيكون في له ستراكشر في هاير اركي معين احنا لازم نتبعه بالضبط بس دكتور الكوربوريشن بيكون فيه حماية أكثر بتكون مسجلة قانونيا يعني حماية خلينا نوضح نوع الحماية يعني بما أنكم ذكرتوها personal protection أنا كنت بدي أذكرها إحنا نقصد بالبروتكشن يعني من يعني الحد اللي أسست شركة يعني بتكون مسؤولية محدودة فهو هاي راح يحميها بموجب القوانين القانونية هو فيها أحكام بصير في أحكام بالقانون تحمي بموجبها من المسؤولية الشخصية مثلاً ديون عمل أو إذا في حدا رفع عليه قضية أو whatever يعني شو راح يواجه يعني نعكس اللي أنت عمالك بتحكيه بتحكي صح أنت بس خلينا نعكس مش هو اللي بيحمي الشركة هي اللي بتحميه الشركة نعم أنا قصدي إنه راح يكون في إنه راح يكون يعني بتكون إشي قانوني وخصوصاً إذا كان في دمج للعمل راح تكون حماية مسؤولية يعني حماية أصوله شخصية إذا حدا مثلاً رفع عليه دعوة قضائية وحماية أصول العمل يعني إذا حدا قضاه شخصياً طبعاً هذا لما يكون عندي شركة ذات مسؤولية محدودة نظام الشركات ذات مسؤولية محدودة اللي بنشوفها بالأردن ده مين
نشوفهم على اسماء الشركات اللي عندنا او بنسميهم الليمتد لايبيليتي كوربوريشن، انه بتتعامل دائما التعامل بيكون الاونر اوف ذا كوربوريشن عباره عن انتيتي، كوربوريشن انتيتي منفصله، لذلك بيكون في له حمايه للشخص، حمايه شخصيه، يعني لو كان عندي مشكله بالبزنس ما بيتم ملاحقتي شخصيا على انتيتي الشخصيه. هذا رح نرجع كمان مره باي شابتر ان شاء الله، رح نرجع عليه كمان مره المره القادمه بعد ما نعطي فرصه ونعطي سمرايزيشن على هذا الموضوع. هلا الكويز تبعكم بيبلش هلا باي شابتر؟ نعم اي شابتر الكويز هلا؟ شابتر 1 شابتر 1 شابتر 1 الكويز اللي معك هلا في 10 مالتيبل تشويس كويستشنز، اي ثينك اعطيتكم 15 17 دقيقه عشان تحلوهم، فانطلقوا هلا افتحوا السيستم تبعكم وبلشوا بالاجابات. دكتور يعني انا خلص اجلت للاسبوع ليوم الثلاثاء ليوم السبت يوم السبت حنحكي اول المحاضره دكتور ولا كيف ان شاء الله؟ ثانك يو دكتور. يلا يا جماعه انطلقوا هلا الى ال ام اس والى الكويز. يعطيك العافيه شكرا. طيب دكتور عماد عندي سؤال. دكتور عماد موضوع التاخير اللي صار اليوم هذا حيأثر على علامتي؟ موضوع ايش؟ انه انا ما شرحت اليوم لاني تاخرت لدخلت على المحاضره وتاخرت لعرفت انه في كويز. لا ما في مشكله ما في مشكله ما حيأثر. انا فاهم انكم جايين من اشغالكم وفي ازمه بالطريق، يعني انا عايش في البلد زيكم يعني. اوكي ثانك يو دكتور. يعطيك الف عافيه دكتور. الله يعافيكم سلامات.